طيب تعالى نطير لاسبانيا. طب عبر سكايبيا طبعا معانا اخوان كاب دي فيا، ده طبعا اسطوره من اساطير الكره الاسبانيه وحامل كاس العالم 2010 واوروبا 2008، اسطوره من اتلتيكو مدريد. معانا دلوقتي على سكايبيا، بنرحب بيك في البيت الكبير في قناه النادي الاهلي. مستر اخوان، Hola, hello. How are you? كلنا بخير الحمد لله. اهلا بيك معانا. كلمنا عن طبعا لما بنجيب سيرة اسبانيا دايما بنتكلم على برشلونة، اجواء المحيطة بفريق برشلونة ورونالد كومان والمهمة الصعبة خلال الموسم الحالي لفريق برشلونة تحت قيادة كومان، حضرتك شايفها ازاي؟ Bueno, ahora es una incógnita. La verdad que es una incógnita porque bueno, siempre que hay cambios, no اعتقد se sabe ان lo que va a pasar. مسألة التغييرات خاصة عندما تكون تغييرات مفاجئة لا نستطيع ان نتوقع. انا الان اتحدث من الجانب الاخر، من جانب نادي اسبانيول، وهو النادي انتم تعرفون انه النادي الخصم اللدود لبرشلونة، لذلك انا اطلع على اخبار برشلونة كما اطلع عليها الاخرون. لكن ما حدث في برشلونة يعتبر صدمة وثورة في العالم الكروي في اسبانيا وفي اوروبا وليس في اسبانيا فقط. طبعا اكيد طبعا اسبانيول وبرشلونه من الانديه يعني الديربي ديربي هناك كبير جدا. طب ناخد رايك طبعا على مستوى المنتخب، يمكن حاصل على كاس العالم واوروبا 2008، شايف منتخب اسبانيا ازاي في بطوله اوروبا؟ التعادل مع المانيا 1-1، وطبعا كان الفوز على اوكرانيا 4-0. شايف برضو مشوار المنتخب الاسباني والكره الاسبانيه من خلال منتخب اسبانيا ازاي؟ بيان Bueno, somos optimistas. نحن متفائلون. من الواضح أن بعد الفوز بكأس العالم وكأس الأمم الأوروبية إلى آخره، أعتقد أن المنتخب الإسباني مثل كل المنتخبات الكبيرة ما يطلب منهم وما يتوقع منهم كبير. نحن نعرف لأننا لويس إنريكي واحد أهم المدربين الموجودين في إسبانيا وسيحدث فارقا مع المنتخب الإسباني، لكن كرة القدم الآن على مستوى المنتخبات تتعافى في ظل الأزمات المتعاقبة التي تمر بها الكرة في كل العالم بسبب ما يحدث. لكني أعتقد أن إسبانيا وضعت قدميها على المستوى العالمي مرة أخرى وستظهر قريبا. صحيح الكرة الأسبانية بشكل كبير بتظهر مرة أخرى، واضح من كلامه أنه في ثقة كبيرة جدا على المستوى الفنيين زي وعلى مستوى الصحافة لإنريكا مدرب المنتخب الأسباني، وأنه شايفين أن المرحلة الجاية هي المرحلة المناسبة وهي هيرجع تاني أو رجوع المانيا اسبانيا تاني على المستوى التصنيف الاول العالمي. بالفعل هذا ما نحاول عمله، لكن المسار ليس بالسهل. لويس إنريكي ما يقوم بفعل الان هو تجميع اكبر قدر من اللاعبين المهمين واللاعبين الذين يمكن لهم ان يحدثوا فارقا. اسبانيا مليئه بالمواهب، ولويس إنريكي اعتقد انه يقوم باداره هذا الامر على احسن ما يكون، فهو موهوب بصرف النظر عن الظروف السيئه التي تواجهها صناعه كره القدم في كل انحاء العالم. لكن مساله الكوفيد 19، لكن جميعنا هنا في اسبانيا نضع ثقتنا في لويس إنريكي ونحن نعرف انه على قدر هذه المسؤوليه. معانا طبعا صديق شخصي لي طبعا عمر البنوبي، بيقول له مساء الخير وعايز برضه يوجه له سؤال. اولا يعني انا سعيد بوجود مستر خوان كابديفيا هنا على قناه النادي الاهلي وفي مصر ونتكلم لجمهور الكره المصريه. انا حابب اسال سؤال لانه يمكن دربك مدربين كتير جدا في مشوارك مع كره القدم، كنت افضل ظهير ايسر في العالم لوقت كبير من الاوقات مع منتخب اسبانيا، دربك مارسيلو بيلسا في الانديه اللي انت لعبت فيها، لعبت في ريال، اتلتيكو مدريد، ديبورتيفو لا كورونيا، مع اجيال قويه جدا. مارسيلو بيلسا تحديدا كحاله تدريبيه
وشفت ازاي انطلاقته في البريمير ليج بعد ما صعد بليدز يونايتد، واول مباراه انه كان ممكن يتعادل مع ليفربول حامل اللقب. مارسيلو بيلسا كمدرسه تدريبيه، انت ايه رايك فيه وشايف هل ممكن يحقق حاجه مع ليدز يونايتد في الدوري الانجليزي، مركز كويس السنه دي؟ اعتقد انه اننا لا يمكن ان نتحدث عن اننا نعيد اكتشاف مارسيلو، لان مارسيلو بالفعل منذ زمن طويل بدأ، بالمناسبة هو احد كبار المدربين الذين احدثوا اساليب جديدة في كرة القدم وفي وسائل التدريب. اعتقد انه مدرسة، وانا اتمنى له كل التوفيق في مهمته، ان يعود مرة اخرى بليدز من الدرجة الثانية للدرجة الاولى. وأعتقد أنه سيقدم ليدز في ثوب جديد وفي أداء جديد، وأنا أتوقع أنه سيكون له موقعا متقدما في جدول الدوري الإنجليزي. هو ده طبعا شفناه من خلال أول مباراة أمام ليفربول، قدم أداء رائع وفي اعتقادي الشخصي كان يستحق على الأقل نقطة. لكن الدوري الإنجليزي مليان مفاجآت. لكن نروح للدوري الأسباني، توقعاتك إيه للدوري الأسباني السنة دي؟ طبعا من بدري نقول مين البطل، لكن في هناك مؤشرات بتقول إن ممكن جدا برشلونة والمشكلة مع ميسي ممكن تأثر على أداء كومان من خلال الموسم دوت. حضرتك شايف الدوري الأسباني إزاي السنة دي، وتأثير مشكلة ميسي على أجواء كاتالونيا بشكل كبير؟ القدر ما قدر الأثر الذي ستتركه هذه المشكلة، مشكلة ميسي، لا نستطيع أن نتوقعها، لكني أعتقد أن المسألة لها تأثير كبير. برشلونة الفريق الأهم أو أحد الفريقين الأهم في الدوري الإسباني، برغم أنه خرج خاسرا هذا العام وخال الوفاض من جميع المسابقات، لكن نحن نريد أيضا أن نحدث تغييرا في الدوري الإسباني. لقد سئمنا وجود فريقين فقط أو ثلاثة فرق أو أربعة فرق على أكثر التقدير. نحن نريد أيضا أن تتنوع الوجوه الموجودة، الأبطال الموجودة على منصات التتويج، وألا يقتصر الأمر على البارسا فقط أو مدريد. لكن أعتقد إذا ما رجعنا إلى سؤالك مرة أخرى، إذا ما بدأ البارسا بثقة واستطاع الفوز في أول مباراة أو أول مبارتين، سيستطيع اجتياز كل ما حدث من مخاض صعب في الفترة السابقة. في سؤال كمان، يعني أنت لعبت كاب ديفيا، لعبت مع جيل قوي جداً في ديبورتيفو لاكرونيا. الجيل ده كان عمل مفاجأة، هي مفاجأة القرن في أسبانيا وقتها، وقدر يفوز بالليجا سنة 2000. لكن هل تتوقع أن المفاجأة دي ممكن تتكرر تاني بعيد عن أتلتيكو وريال مدريد وبرشلونة؟ هل ده وارد أن ممكن نشوفه السنة دي، ولا فوارق المالية والفوارق الاقتصادية بين الأندية الكبيرة والصغيرة في أسبانيا ممكن يكون له تأثير؟ بالفعل في عام 2000 ديبورتيفو لاكورونا كان احد اهم الأندية، واستطاع الفوز بالفعل، ثم بعد ذلك في ريال. لكن اعتقد ان هذه التجارب تعتبر متفردة في الدوري الإسباني، ومن الصعوبة بمكان أن يصعد فريق آخر من الفرق المغمورة لانتزاع الدوري من الثلاثة أو الأربعة فرق، وهذه مأساة بالمناسبة وكارثة على الكرة الإسباني. نحن نريد أن يكون هناك مسابقة للدوري أكثر تشاركية، وأن يطمح ويطمع الجميع في انتزاع اللقب.
طبعا اكيد على المستوى المهني بيتابع محمد صلاح وتفوقه في البريمير ليج، وكان في بعض الاخبار خلال الاسبوع اللي فات احد اصدقاء رونالد كومان كان قال ان رونالد كومان يريد صلاح في برشلونه. هل في اخبار حقيقيه عن انتقال محمد صلاح الفتره اللي جايه لاسبانيا في الدوري الاسباني من خلال برشلونه؟ أنا أتمنى أن يأتي إلينا أفضل اللاعبين في العالم، وصلاح أحدهم، لا 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 لا, لا شك في ذلك. وللأسف الشديد عندما تركتنا النجوم المميزة مثل كريستيانو ونيمار إلى آخره، خسر الدوري الإسباني. لذلك نحن علينا أن نجتذب أهم اللاعبين الموجودين، محمد صلاح أحدهم وبلا شك في ذلك. اتفضل عمر، اخر سؤال ليك يا عمر. لا تمام خلاص، انا ما عنديش اسئله. طيب. يا كابتن احنا طبعا بنشكره شكرا جزيلا ونتمنى له كل التوفيق، نتمنى طبعا للكره الاسبانيه التقدم وكمان على المستوى المنتخب الاسباني كل التوفيق. كان معانا طبعا عبر سكايب دي خان دي فيا، طبعا اسطوره اتلتيكو مدريد وعلى مستوى منتخب اسبانيا، حاصل على كاس العالم 2010 وبطوله اوروبا 2008. شكرا جزيلا لحضرتك. أشكركم جميعا، أشكر القائمين على البرنامج، على شكرا جزيلا، وكان من دواعي شرفي أن أكون معكم في هذا البرنامج في هذه السهرة. شكرا شكرا لي. شكرا لي.